علاء حمامي يسأل عن الهدايا والذهب التي تقدم للمخطوبة أثناء الخطبة، في حال فسخت هذه الخطبة ما حكم هذه الهدايا وما حكم هذا الذهب؟ في هدايا بتستهلك، بعت لهم علبة شوكولاتة، جاب معاها علبة شوكولاتة وأكلت خلاص، جاب لها فستان ولبسته يعني. إنما الهدايا الباقية مثل الذهب، الألماس، هذه الأشياء اللي بيجيبها المخطوبة، وبعدين فسخت الخطبة، الأصول ترد إلى الخاطب خلاص، دي كانت لسبب معين هيخطبها، فما ما انتهتش الخطبة يعاد إليه ما قدمه مما ليس من المستهلكات.